تحدث عن مسار الأندية وألقاب الأندية ومعلومات خاصة بالأندية الحسنية يا سادة يا كرام، للتذكير عند لقبين في الدوري المغربي مع الجيل الذهبي لنادي حسنية أكادير. شخصيا كنت أستمتع به الأخوان أشريف وكذلك اللاعب حمو محال اللي كان واحد من الهدافين المميزين في تشكيلة حسنية أكادير. أما الرجاء البيضاوي، الرجاء البيضاوي بالمناسبة الفريق اللي تأسس في الأربعينات، ولكن تصوروا بعد مرور عقود طويلة أول لقب كان في موسم 87-88، تصوروا بعد كل هذه السنوات 87-88 يأتي أول لقب لفريق الرجاء البيضاوي. يعني حقيقة الرجاء رغم الأسماء ورغم الأجيال اللي مرت عليه، لكن لقب وحيد في الثمانينات، وكان اللقب الأول قبل أن يأتي مرحلة أو تأتي مرحلة السيطرة والهيمنة. وطبعا هذا يعود بالأساس إلى ذلك الاندماج التاريخي، جمعية الحليب، وما أدراك ما جمعية الحليب، مركزية الحليب، سنترال ليتير اللي كانت توزع الحليب وتوزع اللاعبين، والاندماج مع الكتيبة الرجاوية بأسماء مهمة جدا كلها الفضل في بروز الرجا وهيمنة الرجا في السنوات التسعينات. بعد الاندماج التاريخي، نعم، الدغاي والشادلي ونظير والسلامي وكذلك جريندو وبقية الأسماء، هناك من الأسماء من رحلت عن الأولمبيك ولكن أسماء أخرى دخلت في التشكيلة الرجوية قادمة من فريق جمعية الحليب أو